احنا كقانون الموازنة هو قانون، والقانون يجب أن لا يخالف الدستور، لأن النص الدستوري أعلى من النص القانوني. لذلك عند الاطلاع أو مشاهدة جدول جداول الموازنة اللي تم نشرها من قبل اللجنة المالية، يعني تفاجئ بالتخصيصات وتوزيع التخصيصات بين المحافظات، وهذا الأمر يعني يشكل أولا ظلم وإجحاف كبير للمحافظات، خصوصا المحافظات المنتجة، وكذلك هذا الأمر يعتبر مخالفة دستورية. المادة 121 ثالثا بينت كيفية توزيع الواردات، وذكرت عدة شروط لتوزيع الواردات، من عدها أنه نسبة السكان وواردات المحافظة واحتياج المحافظة. فهذه الشروط الثلاثة اللي هي احتياج المحافظة وواردات المحافظة ونسبة السكان، يجب على وزارة التخطيط أن تراعيها عند إعداد الموازنة. إلا أن مع الأسف وزارة التخطيط لم تراعي هذه الأمور، وكانت الموازنة موازنة ظالمة ومشحفة بحق المحافظات، وخصوصا محافظة البصرة اللي تعتبر يعني محافظة ترفد الميزانية تقريبا 80%، وهذا ظلم وإجحاف كبير ومخالفة دستورية. إذا يعني دكتور أنا أريد أنه أداخلك مداخلة بسيطة، يعني هذا تقسيم الموازنة اللي بصريح العبارة هو قد يكون مفاجئ للمتلقي أو المتابع، يعني على سبيل المثل محافظة المثنى اللي تعاني من سوء خدمات تماما، محافظة الديوانية، محافظة البصرة اللي هي يعني خلينا نقول المحافظة الأكثر يعني زخم موارد بيها، دعم اقتصادي للمركز لباقي المحافظات. هل هذا التوزيع الغير عادل بمساوئ على الأمد البعيد، بتعثر تنفيذ الخطط التنموية لسنة 25؟ طبعا هذا الأمر بمساوئ ونتائج خطيرة. يعني احنا قبل مدة عندنا أحد الأقضية انتفاضة أنه راد على مخصصات وراد تخصيصات ومشاريع بالقضاء، والحكومة المحلية والحكومة المركزية وعدت القضاء أنه راح تحل هذه الأمور وتوفر المشاريع وأنه تلبي جميع الطلبات اللي طلبها القضاء. بكلمة إذا كانت موازنة بكلمة دكتور حتى أرجع لك بعدين، التوزيع كان عادل أو غير عادل؟ غير عادل.